Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite en mathématiques de la quatrième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. Calcul sur les nombres de 0 à 9999. Donc, le hisab à l'adad min 0 ila 9999. Donc, on va commencer par je recherche. Je recherche dans un parking. Voilà le parking. Parking. Il y a 639 véhicules garés. Il y a un parking. Il y a 639 parking. Il y a 639 et pour qu'il soit plein, yani bach had le parking ghadi ya'mer, il peut recevoir encore 360 61, yani bach imtal had le parking kaymkin nzidou 361 dial siyarat. Ainsi awla anis affirme qu'on peut garer un millier de véhicules dans ce parking. أنيس كي أكد بأننا نقدرون أنستاليو في هذا الباركينج 1000 سيارة. هو كي يقول هذه الهضرة هذه. دونك دابا هذا كي يقولو أنيس أتيل غيزون واش أنيس على صواب سيوي إلا كان وي بوز إفكتو لوبيراسيون إي كومبوت. إلا كان هو على صواب خصنا حنا نوضعو شنو العملية اللي غادي نديرو من خلال هذه المسألة هذه ونجزو العملية وداك الساعة نتأكدو. دونك شنو هي العملية بطبيعة الحال؟ غادي نجمعو 639 مع 361. إلا عطاتنا أن ميليي فأنيس على صواب، إلا ما عطاتناش أون بو با. دونك غادي نديرو لا صوم. دونك عندنا 639 هذا لو نومبر دي فييكول كاغي، 361 c'est le nombre d'iel les véhicules qu'on peut ajouter ou bien garer encore. On dira la somme. Saoud زائد 1 كتعطينا 10. غادي نحتفظوا ب 1. 3 زائد 6 سعود 10 غادي نحتفظوا ب 1. 7 10. إذن فعلا أنيس على صواب. Donc ce parking peut recevoir 1000 véhicules. دونك هادشي اللي كيأكد عليه أنيس على ليس خطأ وإنما صوابا. دونك غادي نمشيو جو كومبخون إي جابليك. دوزيامون افيك سي تخوا نومبر، إذن باستعمال هاد ثلاثة ديال الأعداد أون بو إفيكتيي تروا سوستراكسيون. إذن باستعمال هاد ثلاثة ديال الأعداد كيمكن نجزو ثلاثة ديال عمليات الطرح لا سوستراكسيون. Pose les et effectuer et effectue les. Il est en train de poser la tête de la tête de les résultats. Mais tout d'abord, il faut que nous sachions. Il est en train de savoir ce que nous avons fait la tête de la tête. Nous allons voir qui est le plus grand nombre. 5602. C'est le plus grand nombre de ces nombres. Madame, c'est le plus grand nombre. فنقدروا نقصوا منه هذا ونقدروا نقصوا منه هذا. ها جوج عمليات. اذا غنحطوا هادو، ما يمكنش حنا نقصوا الصغير ونقصوا منه الكبير. اذا غناخذوا الكبير 5602 وغادي نطرحوا منه 3129. هذه العمليه الاولى. ثم غناخذوا هو حيت هو الكبير 5602 وغنطرحوا منه 1247. هذه العملية الثانية. شنو هي العملية الثالثة؟ هذوك اللي هما صغار واحد غنطرحو منو الاخر. اذا هذا كبير على هذا، اذا غنطرحو هذا من هذا. اذا العملية الثالثة اللي نقدروا نديرو هي 3129 غادي نطرحو منو 1247. دونك هنايا نورمالمون درنا لا كومباريزون، درنا المقارنة وبوزينا العمليات. دابا بقى لينا نجزو هاد العمليات.
Donc d'abord on a posé les opérations. D'abord on a bien écrit ça. D'abord on a dit dire l'opération le trait. Donc juge il a dit que c'est le 9 là il est donc on dit 12 ناقص 9 كتعطينا 3 نزل الواحد 0 ناقص 3 هنا ولات عندنا 3 لا يمكن دونك 10 موان 3 ايغال 7 نهبطوا الواحد 6 ناقص 2 كتعطينا 4 5 ناقص 3 2 اذا النتيجه هي 2473 ندوزو للعمليه الاخرى 2 ناقص 7 لا يمكن اذا 12 ناقص 7 5 نزلوا واحد 0 ناقص 5 ما يمكنش 10 ناقص 5 5 نزلوا واحد 6 ناقص 3 3 5 ناقص 1 4 العمليه الثالثه 9 ناقص 7 يمكن اذا 2 2 ناقص 4 ما يمكنش 12 ناقص 4 8 نزلوا واحد 1 ناقص 3 ما يمكنش 11 ناقص 3 8 نزلوا واحد 3 ناقص 2 1 اذا 1882 دونك هذا بالنسبه ليكزيرسيس 2 غنمشيو ليكزيرسيس 3 اون اون ماتيني فواحد الصباح ان بواسوني واحد البواسوني هو اللي كيبيع الحوت a vendu 129 kg de merlan. Il a vendu 129 kg de merlan. Le merlan est un peu plus grand. A 42 dirhams le kilogramme. Il a vendu le kilogramme pour 42 dirhams. La question, combien de dirhams a-t-il encaissé? Il a vendu le flux. Donc, pause et effectue. Pause et effectue l'opération et complète. On met. Il est gardé nous d'avoir l'amélia ou gardé nous jouer à une mélodie. Donc, il y a trois questions. Il est chier l'amélia qui est gardé dire ou pas. Je ne sais pas. Je m'adie le flux. Je vais prendre le 129 dial kilogrammes ou on d'arbre à 42 dirhams. Il y en a tous les kilogrammes dirhams 42 dirhams 149 كيلوغرام غتكون 100 الفلوس اللي غنجمعوا هي 129 في 42 دونك غنضربوا جوج في 9 غتعطينا 18 نحسبوا بواحد جوج جوج 4 والواحد 5 جوج واحد جوج نوضعوا النقطه 4 نضربوها في 9 36 نحتفظوا ب 3 4 في جوج 8 11 نحتفظوا بواحد 4 في واحد 1 4 والواحد 5 نديروا عملية الجمع 8 11 احتفظوا بواحد 4 5 إذا شحال جمع ديال الفلوس إذا جمع 5418 درهم 5418 درهم دونك فوالا بالنسبة لهاد ليكزيرسيس غندوزو ليكزيرسيس 4 complète avec des chiffres qui manquent. Attention aux retenues. Il y a une amélie de jim à tarh. Tarh, drp. Donc, c'est un mille ou à de faragat. Ou à l'ingélik, hâte, ma, le retenu, yani, le baki. Donc, tu m'y as aidé, c'est bien, 15. Il y a un petit peu, 15, on a fait de bois. Il y a le retenu. Donc, on a un, j'en zi d'oeli, on a de bajouj. دابا عندنا هنايا هذا الغوتوني خصنا ناخذوها بعين الاعتبار دونك جوج شحال باش نكملو تسعود اذا سبعة واحد ديال الاحتفاظ والجوج والسبعة هي تسعود هنا عندي جوج اذا واش شنو هو العدد اللي غادي نزيد على ستة اعطيني جوج هو ستة لان ستة وستة 12 وغادي نحتفظ هنا بواحد هذه الغوتوني اذا عندي هنا 8 وعندي هنا 4 ثلاثة والواحد هي أربعة غادي تبقى لي خاصاني أربعة دونك هذا هو هادو هما الأعداد اللي نملؤو بهم هاد الفراغات هنا عندنا عملية الطرح شنو هو العدد اللي نقص منو تسعود يعطيني ثلاثة إذا غادي يكون هو 12 إذا هنا غادي نقولو جوج ناقص تسعود ما يمكنش 12 ناقص تسعود ثلاثة نزل واحد
3 ناقص شحال تعطي 0 ناقص 3 الواحد ها هو عندي اذا بقات خاصني هنا جوج اذا 3 ناقص 3 0 شنو هو العدد اللي غنقص منه 4 عطيني 7 اذا غادي يكون هو 11 اذا هنا غيجي 1 11 ناقص 4 7 ونزل 1 اذا 5 ناقص 4 1 دونك نمشيو ليكزيرسيس العملية الأخرى شكون هو العدد اللي نقص منه 6 عطيني 8 هو 14 إذا 4 وغادي ناخذ الواحد هنا 4 4 ناقص 6 ما يمكنش إذا 14 ناقص 6 8 ونزل الواحد شنو هو العدد اللي غنقص منه 5 عطيني 9 كذلك 14 14 إذا نقصنا منها 5 إذا هادشي هنا 4 والواحد 14 ناقص 5 9 نزل الواحد شنو هو العدد اللي غنقص منه 10 يعطيني 2 هو 12 اذا هنا غتجي 2 12 ناقص 10 2 نزلوا الواحد شحال غنقص من 9 تبقى 3 اذا خصني نقص منها 6 الواحد ها هو عندي اذا هنا بقات خاصني 5 9 ناقص 6 3 اذا هكذا كنتعامل مع هذه النقاط هذا شنو هو العدد اللي غنضرب في 9 يعطيني 9 هو الواحد شنو هو العدد اللي غنضرب في 9 يعطيني 8 2 حيت 9 في 2 18 9 في 2 18 نحتفظ بواحد شنو هو العدد اللي غنضرب هنايا في 9 ونزيد عليه واحد يعطيني 28 هو 3 9 في 3 27 والواحد 28 دونك فوالا هنا شرحنا هادشي باللغه العربيه دونك فوالا سي لا فان دو لا سيونس La prochaine fois, on va voir la page suivante.